دايما يتقري الانجيل بتاع العذارى لما يكون زي ما سمعنا في السنكسار سيرة حد من النساء القديسات او الشهادات فيتقري انجيل العذارى. لكن بلا شك هو مش المقصود بيه بالمثل ده ان هو للسيدات، هو المثل ده لينا كلنا، كل نفس عذراء بتتبع المسيح. والمثل ده متاخد من الحياة اللي هم كانوا عايشينها، كانت الافراح كانت بالطريقة دي. كان يقول الفرح عند اليهود كان العريس يروح لكبير العيلة بتاعت العروسة عشان يتفقوا، وكان يروح ابو العروسة في بيت كبير العيلة ويقضي وقت في الاتفاقات ممكن توصل لنص الليل. بعد كده العريس يمشي ويروح في موكب كده ناحية بيت العروسة ومعهم الاب، والعروسة بيكون معاها بنات زي اقشابين بيكون معاهم مصابيح. ولما يجي العريس حد يقول العريس اقبل ويعني يفرحوا كده، واصول البنات دول كل بنت تنور المصباح اللي معاها، والبنت اللي المصباح بتاعها مش بينور ما تدخلش جوه الموكب ده، ما تتقنش وسط الاشابين، وخلاص هي بتتحرم من هذا العرس. فكان ده الحال عندهم، وعلشان كده المثل كان من اللي هم عارفينه. والعدد 10 ده يعني يمثل اكتمال مجموعة، يعني كان يقولوا مثلا الفصح لو في أسرة قليلة يضموا أسرتين لكن أقلها عدد 10 عشان يأكلوا مع بعض الفصح. لما كانوا اليهود هيعملوا مثلا مجمع مثلا في بلد من البلاد عشان يأسسوا مجمع لليهود لازم يكون فيه أقلها عدد 10. وبالنسبة لنا احنا المثل ده مثل للكنيسة كلها، يعني كل الكنيسة كل أعضاء الكنيسة هم دول 10 عذار. كل معاهم مصابيح، والمصابيح دي بترمز اللي هي الاستنارة اللي هو كل متعمد، كل اللي في الكنيسة متعمد استنيره وكلنا معانا مصابيح. لكن في الحقيقة نلاقي ان هو الموضوع فيه الحاكمات والجاهلات، الحاكمات والجاهلات. وممكن الواحد ما يقدرش حتى يميزهم بالنظر كده، كل واحد علاقته مع ربنا. طبعا في اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس، لكن في الحقيقة ممكن يكون لينا كلنا منظر العذارى، كلنا بنيجي الكنيسة، ونعتبر ان المثل ده يمثل الكنيسة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. كلنا بنيجي الكنيسة، كلنا بنقف، كلنا بنحضر، ولكن ممكن يكون وسطنا الحكيمات وممكن يكون الجاهلات. اللي يميزهم ايه؟ يقول اخذنا زيتا في مصابيحهن. الزيت اللي هو الروح القدس، روح ربنا اللي جوانا هو ده اللي يميزنا. في يقولوا ان الزيت ده هو ايه؟ الاعمال الصالحه يعني. لكن احنا مش مجرد الاعمال، يعني مثلا انا مثلا عملت حاجه كويسه، هل انا بحط كده زيت مجرد ان انا عملت حاجه كويسه، ولا ممكن اكون بعمل الحاجه كويسه دي روتين؟ يعني ممكن اجي الكنيسه دي روتين، تعودت ان اجي بخدم حد كده بس مش بقلبي يعني او وخلاص. بعمل اي اعمال كده ممكن في ظاهرها كويسه لكن مش من القلب. عشان كده لما نيجي نقرا النهارده الانجيل بتاع باكر بيتكلم على السامرية ويقول ربنا الساجدون الحقيقيون الذين يسجدون للآب بالروح والحق. يعني ممكن أنا أكون ليا سجود
بس مش بالروح ولا بالحق. ممكن اكون انا بعمل اعمال كلها في ظاهرها كويسة، لكن في الحقيقة دي مش اعمال روح. عشان كده الواحد الزيت ده اللي انا هحوشه لازم يكون بعمل من اعمال الروح. اعمال الروح اللي هو مثلا اقف اصلي، بس فعلا بصلي وبكلم ربنا، مش مجرد ان انا بقول تلاوات يعني. باجي كنيسة وبحضر قداس وبركز فيه، مش بتفرج على الناس وسرحانه في دنيا تانية. بقدم توبة، مش مجرد ان انا رايح اعترف واقول كلمتين اشتكي الناس اللي حواليا وانا اصلا ما قدمتش توبة. ما في امور معينة ممكن الواحد يعملها يعتقد ان هو يعمل حاجات كويسة، لكن ممكن واحد مثلا يقضي طول عمره ما يكونش اعترف صح. ممكن كل التركيز في الدنيا واللي حواليه وفي المشاكل وفي اللي تعبه وفي وفي وفي، ويمكن مثلا طب ما فيش حاجة تعترف، يقول لك لا ما فيش حاجة ما فيش حاجة. طب ما فيش حاجة، يقول لك اهو زي كل الناس اهو كده وخلاص. لكن في الحقيقة الواحد علشان يحط الزيت ده هو اعمال الروح، ان انا يكون لي علاقة بالكنيسة، لي علاقة بالقداسات، لي علاقة بالاعتراف، لي صلاة، لي انجيل، كل الممارسات الروحية دي هو عبارة عن انا بحط كل يوم زيت في المصباح بتاعي. شوية شوية الواحد يحس ان حياته فعلا بتتغير، شوية شوية الواحد يحس بالاستنارة، يحس كل شوية ربنا يفتح عينيه ويشوف حاجات كان بيعملها زمان ويفتخر بيها النهاردة يتكسف لما يتذكرها. يقول لك انا كنت زمان الموضوع ده كنت بفتخر ان انا عملت كذا، النهاردة لما يفتكره يحس يعني بخجل وبخزي. يقول لك انا كنت بعمل كده ازاي، كنت بتصرف كده ازاي، كنت بقول كده ازاي، كنت بفتخر بكده ازاي. كلها حاجات الواحد ايه، كل ما الزيت يكتر، كل ما ينير وحياتنا تتنور، الدنيا تختلف خالص. طب ممكن الزيت ده ينقص؟ ممكن ممكن، مش مجرد انا كل يوم بحط زيت، لان كل يوم ممكن الزيت ده بينقص برضه. يعني مثلا الواحد لما يتنرفز كده ويعمل حاجة كده، هو ده مش زيت بينقص؟ لما الواحد يضيع وقته قصاد اي حاجة كده ويتفرج على حاجة وحشة مثلا، هو مش ده زيت بينقص؟ لما الواحد يتخانق ويشتم ويعمل، ما هو الزيت بينقص صح؟ كلها دي حاجات بتنقص الزيت. عشان كده زي ما اقول لكم في ناس ابتدوا بالروح وكملوا بايه؟ بالجسد. ممكن الواحد ممكن ابتدي حتى بالروح في علاقتي مع ربنا والكنيسة، وبعد كده تبقى الكنيسة بالنسبة لي خلاص اتعودت عليها، مخافة ربنا اللي في قلبي والصلاة اللي انا كنت اقف اصليها، وكان الواحد يصلي كده من قلبه، اصبح الدنيا اتعودت، حفظت القداس بردده كده مع ابونا، الدنيا ماشية، اتجرأت. كان الواحد اول يقدم رجل ويأخر رجل، لا اتجرأت وبقيت فاهم وعامل وداخل بقلب وبتكلم وبعمل، واصبحت الكنيسة زي ما يكون اي مؤسسة الواحد بيروحها، وكون خلاص المهابة راحت، وان الواحد يكون علاقته بتزيد بربنا راحت. عشان كده نلاقي مثلا حد يجي جديد تحس يعني كنيسة بالنسبة له يحس ان هو الخاطي بين جماعة القديسين، ويحس بخجله ويحس بضعفه ويحس باحتياجه. بعد شوية اكون اكني انا اصبحت رقيب على الكنيسة دي، وان انا بتصرف بطريقة معينة، وان الحاجة اللي كانت تكون سبب خلاص ليا ممكن تكون هي سبب هلاكي. عشان كده الموضوع هي فعلا عذارى حكيمات وجهلات. لو الواحد يعيش عمره كله باحساس انتظار العريس، ويحس ان هو في كل يوم ان ممكن العريس يأتي، ويحس ان هو عنده خوف ربنا جوه قلبه ان هو يبات بخطية في قلبه، وان هو يلوم نفسه وان هو ما يلومش الناس، ويحس ان هو عايز يتوب عن خطيته وعايز يرجع لربنا، لئلا يأتي العريس فيجدني ايه؟ نيام من النيام.
فاسهري يا نفسي لألا تثقلي نوما فتلقي خارجا مثل العذارى الجاهلات. الواحد ايه يسهر ياخد باله. يسهر يعني ايه؟ ياخد باله. كل واحد ياخد باله، كل واحد ياخد باله من نفسه، كل واحد يركز في نفسه، يشوف ضعفه ويشوف ايه اللي فيه، لئلا ياتي العريس بغتة، يجي على غفلة. كلمة نص الليل دي يعني في وقت الواحد ما توقعوش. عشان كده اخر المثل قال ايه؟ اسهروا. احنا عايزين الواحد ياخد باله، ياخد باله، لإن العمر يقعد يجري والواحد يحس انه هو ما زال هي نفس الخطايا وهي نفس الضعفات. واشتياق ربنا شكله ايه؟ المنتظر العريس ده مشتاق، نفس مشتاقة، وكل يوم يعدي يزيد الاشتياق. واحد مشتاق لربنا يجي بالاشتياق ويصلي بالاشتياق وطول الوقت مشتاق لربنا منتظر العريس. وحد ممكن يقول ايه؟ فين العريس ده؟ او بقاله 2000 سنة قال انا جاي وما جاش. العريس ممكن يأتي لأي واحد فينا في لحظة لا يتوقعها. ياريت الواحد ما يكونش كده من الجاهلات اللي هو يطمئن وكأنه هيعيش في الدنيا دي هيخلد فيها. اي انسان فينا ممكن في لحظة يلاقي حياته تنتهي. عشان كده ربنا يدينا يقظة، ربنا يدينا توبة، ربنا يدينا ان احنا فعلا نكون حكماء. كل واحد كده يشوف حاله ويبكي على خطيته ما يبصش للتاني. ربنا يبارك حياتكم. لربنا المجد الدائم ابد امين.